في أخبار الرياضة، يستضيف الهلال العاصمي غدا السبت حي العرب والسودان في الدوري الممتاز لكرة القدم، وتأتي مباراة الفريقين بعد يومين من انتهاء عقود عدد من اللاعبين الخميس، مما جعل أمر ظهورهم في مباراة الغد تكتنفه الضبابية. وفي دوائر نادي الهلال العاصمي تفيد الأنباء أن إدارة النادي بصدد التحرك لإعادة قيد لاعبيها الذين انتهت عقودهم مع النادي قبل مباراة الغد أمام حي العرب والسودان، وفي مقدمتهم عميد مدافعي الفريق عبد اللطيف بويا.